كذلك شفنا بانه ولا كيملاح وبعد الضواويل كيتشكاو اللي ما بقاوش كيلقاو الماء وما بقاوش كيلقاو فين يسقيو لدرجه ان الفلاحه ديالهم ضاعت لهم. غنيه بالكيماويات المعدنيه ومن ناحيه الفلاحه كتعطي واحد الجوده جيده من الشجر من الغله ديال الخضار من الحبوب من جميع ما يكون. وناحيه ديال هو الماء بعد عندنا في الارض الماء ولا عندنا بعيد في الارض بزاف اللي خلى الماء انه يبعد من الارض بكثره الرش بكثره الابيار بكثره الصوندات كل شيء دابا بغى يفلح بالسقوي ما بقاش البلاد فلاحيه بوريه ولا كل شيء عنده السقوي كل شيء كيعمل الرش كل شيء كيعمل الكوطا كوط سمعتي اختي كل شيء كل شيء كيطلب الماء ما بقاتش شي حاجه اللي ما كتطلبش الماء الماء هو المهم الا ما كانش الماء ما كاين حتى شي حاجه الفرشه المائيه الفوقيه السطحيه مشات ولات الفرشه تقريبا علينا الماء ولا من 60 متر 64 متر 65 متر غادي طالع حتى 70 متر باش تشد الماء اللي هو كافي وداك الماء ديال الغرق صالح للاشجار صالح للافوكا صالح للليمون صالح للشجر اللي هو كيدير الغله سميتو الغله بحال الافوكا بحال الليمون بحال التفاح بحال هاد المواد هادي هي وبحال الخضار بحال الفلفله بحال المطيشه بحال مثلا اللوبيا تيعطيها واحد الصفوريه وما كتكونش فيها نتيجه ما تكونش فيها الجوده وما كتعطيش الغله كافيه سبب ما تعطيش شي غله اللي هي النتيجه ديالها زايده هذا هو اللي كاين اختي علاش نقدروا نقولوا للناس باش حاولونا نقدروا نقولوا الماء ديالنا ما نقدروش نقولوا لهم شي حاجه باش نحافظوا على الماء اشنا هو باش نحافظوا على الماء الماء هو الاساس الماء هو الاساس اختي الا ما كانش الماء ما كاين حتى شي حاجه ما نعيشوش لا ما كانش الماء المعاناه اللي كتعيشوها وشنو هي الرساله اللي تبلغ للمسؤولين المسؤولين اللي كنبلغ ليهم تنقول لهاد الناحيه هذه شكرا للسي عبد الكريم النعمان على هاد التفاته حيث هاد البلاد مخصوصه برجال اللي تعاونوا مع هاد الفلاح الصغير راه عنده ضرر كبير اللي عنده ضرر كبير الفلاح الكبير راه ناتج واخا زادت هاد الزيادات ما مديهاش فيها حيت سمان ضلع عنده باش يقاوم الازمه حنا من الازمه ديال كورونا الازمه ديال هاد الحروب ديال هاد الزيادات اللي زادت المازوط والمازوط هو الدوره الدمويه ديال الفلاح كامله المازوط المازوط رفع اشنو رفع المازوط رفع اي زياده اي ماده رفع لي زانغري رفع الادويه رفع المواصلات دابا اللي تيقول لي اي حاجه تزادت علاش تزادت عندها المواصلات تيقول لك المازوط المازوط زاد بسبب التنقل يعني هو اللي المازوط زاد الحرث تزاد مثلا الزرع تزاد المهم المضره كاينه كبيره كل شيء فيه الزياده ما بقاتش شي حاجه اللي هي ناقصه ولا شي حاجه المواد الغذائيه ما نقولش لك اختي كل شيء مساكن الدرويش هاد الفلاح هذا خصهم يتعاونوا معاه علاش علاش يتعاونوا معاه حيت هاد الفلاحه اللي كنديروا حنا كياكل منها المسكين والغني والفقير حنا كنخدموا كانه مواطنين كنخدموا على الجميع هذه تياكلوا حتى ديك الحيوان كتعيش معنا منها الطيور الكسيبه الماشيه كل شيء كيعيش من هاد من هاد المواد هذه هي ذاك الربيع ديالها هو التالي كتاكلوا الماشيه وديك الماشيه راه كتنتج منها المغرب كامل تبارك الله هاد الجهه هذه حيت اكادير عندها جمعيات بركان عندها جمعيات عندها تعاونيات ما تيخسروش المهم كاينه التفاته فيهم الغله ديالهم بزايد الثمن الغله ديالها تتوجد وما تدوهاش لينا تتبقى الغله عندها تتخسر تنخسروا حنا كناخذوا الزنكري زايد الثمن كناخذوا الدواء زايد الثمن ومن كتجي الخضار باش غادي نبيعوها كيتوجد فيه خطره وحده كيطيح السوق من تيطيح السوق تيكون الفلاح في مضره تكون عنده الفلاح المضره كبيره ما تيربحش ما كينتش ما كيصورش داك الشيء اللي خسروا ما كيصوروش تيبقى مخصوص دائما داك الفلاح
ونطلبوا من المسؤولين الله يجازيهم بخير يتنبهوا في هذه المنطقه، راه مخصوصه برجال وراها فيها كنوز كبيره، راها تتفورني على التولوت في المغرب. واحد التولوت في المغرب كيدي الخضار من هنا، كيدي الحبوب، كتجي العيل الصباح تخرجي مع لوطوروت او لا تخرجي للطريق الكبيره كتلقاي ديك الكميات اللي كتخرج من هنا ديال الخضار، من فلفله، من مطيشه، من لاريكو، من كورجيت، من جميع الخضار كتمشي من هنا، وكتمشي من هنا بثمن مناسب. هذه هي المنطقه اللي كتباع الخضرات ديالها ثمن رخيص. أكادير عندها جمعيات، عندها تعاونيات، إلا خسرت ديك الفلاحة كيسيبوها كيعوضوها لهم، هنا ما كاينش التعويض. محمد عبد الكريم خبير ومؤثر زراعي، رئيس مؤسسة الناسية للتنمية والبيئة والعمل الاجتماعي. اليوم حنا تنقوموا بهذه قافلة الماء، الشعار ديالها تدبير وترشيد الماء في خدمة الأمن المائي، اللي من خلال القافلة اللي ندير واحد الحملة تحسيسية في المدارس، في الدواوير، في الضيعة الفلاحية، وكذلك حتى في الحمامات ومحلات غسيل السيارات. الهدف منها هو توعية الفلاح بأهمية الماء والحفاظ عليه من الضياع والاقتصاد عليه بطريقة عقلانية، وكذلك من خلال استعمال طرق ذكية للاقتصاد عليه والحفاظ عليه من التلوث، لأن الماء هو الحياة.